كان تنعرفوا ان دائما المقابلات اللي تجمع الرجاء ونادي القنيطري تتقى عليها طابع الفرجه، الاهداف، الجمهور كيف شاهدتوا، ولكن اليوم كان عرس رياضي بصراحه. صحيح المقابله كانت شويه صعبه لان الطريقه اللي لعبوا بها نادي القنيطري معروف عند سمير انه تيلعب على المرتدات، خلقوا لنا فرص قبل ما نسجلوا كانوا ربما يسجلوا هما الاولين.